للحديث عن الموضوع معنا من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أهلا بك سيد علي. بداية، يوافق اليوم العالمي لضحايا العنف الطائفي والعرقي، هل ترى أن العراق ملتزم بالمبادئ الحقوقية التي تمنع العنف الطائفي والديني؟ كريم، المشكلة في العراق مشكلة مركبة. نعم. لأن القائمين على عمليات العنف، يعني القائمين ومن يقدم على عمليات العنف في القتل على أساس طائفي وديني وعرقي هي الجهة التي يعني تحكم العراق، متمثلة بالأحزاب والميليشيات. نحن يعني نعتبر العراق الآن هو الأسوأ في العالم، وعلينا أن نتذكر أن فقط بغداد ومحيطها عدد المفقودين والمغيبين قسرا يصل إلى 250,000 فقط في بغداد، أؤكد فقط في بغداد ومحيطها. محافظة نينوى وحدها هناك إحصائيات تقول أن أكثر من 56,000 شاب اللي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 60 عام، أكثر من 56,000 مغيبين قسرا. العراق الآن تبقى هذه الكارثة به لسبب بسيط، هو أن الحكومة وميليشياتها ومؤسساتها وأجهزتها جزء من المشكلة دائما، ولم تكن في يوم من الأيام جزء من الحل. نعم. العراق كان أحد الدول التي عملت على مشروع القرار الذي اعتمد هذا اليوم كما تعلم، هل التزمت الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال وإلى اليوم بما سعت إليه من منع العنف على الهوية والدين بحسب مراقبتكم ومتابعتكم؟ سيدي الكريم، ممثلي ما تسمى بالحكومات اليوم اللي قدموا هذا المشروع، هذه المحاولة لتغطية على جرائمهم، لأنهم ممثلي العراق في كل المحافل الدولية، وأقصد هنا الممثلين الحكوميين للعراق في كل المحافل الدولية، هم متورطين سواء شخصيا أو من خلال أحزابهم وميليشياتهم. فهذه كلمة حق يراد بها باطل، يراد التغطية على جرائمهم وحقيقة ما يجري في العراق. الحكومات العراقية المتعاقبة، جوابا على سؤالك، منذ العام 2003 حتى اليوم كلها ولغت بدماء العراقيين على أساس عرقي وديني وطائفي، وتتحمل جرائم أكثر من 1,000,000 شخص في العراق حسب الإحصائيات الدولية، أكثر من 1,000,000 قتيل ومغيب قسرا وإعدام خارج نطاق القانون. سيد علي، هل تجد من الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال في 2003 وإلى اليوم، هل رصدتم ما حسن أوضاع الحقوق والحريات وهدأ من النزاعات والنزعات الطائفية والقتل والاعتقال على الهوية داخل العراق؟ يا سيدي الكريم، لم نرصد أبدا إلا تزايد وتصاعد. المشكلة الآن انتقلت خصوصا بعد تأسيس ما يسمى بالحشد الشعبي والميليشيات وغيرها، أصبحت هناك مشروعية لعملية الاستهداف والقتل والاغتيالات والتصفية على أساس العرقي والطائفي. الوضع في العراق لم يتحسن في يوم من الأيام، ووصلنا إلى أسوأ ما تكون عليه يعني حال دولة بين الدول والأمم. وللأسف المجتمع الدولي متمثل بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، خاصة ما يخص ما تسمى الجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامية وغيرها، خذلت الشعب العراقي وخذلت العراقيين. وحتى هناك دول تدعي على أنها مختلفة أو ضد توجهات الميليشيات إيران وجرائمها، لكنها للأسف خذلت العراق. ونؤكد هنا بإمكان أي دولة من دول المحيط العراقي أو أي دولة عربية أو حتى الجامعة العربية أن تتقدم الآن للأمم المتحدة وتشرح حقيقة الوضع في العراق، وتطالب بوضع العراق تحت الفصل السابع، لأن الوضع في العراق يسير من سيء إلى أسوأ، ولا حل إلا بإعادة العراق تحت الفصل السابع وبناء مؤسسات دولة عراقية جديدة. إلى سؤالي الأخير سيد علي. نعم. الميليشيات الموالية لإيران وبحسب التقارير الحقوقية هي رأس الحربة في تفشي العنف الطائفي،
لكن كيف ترى دور الأحزاب في هذه الجريمة الموصفة دوليا؟ يا سيدي، هذه الميليشيات تمثل، الميليشيات تمثل الذراع العسكري للأحزاب. نحن نعلم أن كل حزب لديه ذراع عسكري متمثل بميليشيا، فلا فرق بين الأحزاب والميليشيات، لأنها كلها تلغ وتقتل العراقيين. لا يوجد أي فرق بينهم. لا يستطيع أحد الآن من كل الأحزاب أن يتكلم بصفته السياسية، كلها ميليشيات تحمل سلاح وتقتل العراقيين. رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لك.